الكتن الصغيرة هذه لقيت على كورنيش الخبر وديلها متعفن، حاولت أمسكها وغلطتي كانت أني استخدمت الشبك بيدي اليسار وأنا المفترض أستخدم اليمين. خافت مني وحفظت وجهي، حاولنا نمسكها لمدة ساعتين ما قدرنا، جيت لها ثاني يوم ومع ذلك حافظة وجهي ما تقرب، فاستخدمت المصيدة وقدرت أمسكها. وفي العيادة الله لا يوريكم استمرت معنا بنفس الطريقة بنفس الصعوبة، نحاول نفحصها، أول ما فكينا القفص على طول قامت تنطط على المكيفات وعلى الأماكن كلها، حاولنا بكل الطرق ننزلها ما في فايدة، وآخر شيء أعطتنا حركة كذا بهلوانية حركات هلود، وهذه هي الحركة الاستعراضية اللي سوتها. بعد الحركة هذه قدرنا نمسكها، لفينا الذيل حاولنا نعالجه وعطيناه مدة أسبوعين عشان ما ممكن ان احنا نتجنب البتر، ما في فايدة، فاضطرينا في النهاية ان احنا نسوي لها عملية بتر. مثل ما انتم شايفين العملية نجحت الحمد لله وامورها طيبة، وبعد أسبوعين من العملية طلقتها في نفس المكان اللي فيه اكل وموية، واحلى لقطة لما يهربون مني كأني مجرم معذبهم، وبكذا نستودعها الله نتركها في مكانها وربي يكتب أجر وأجركم جميع يا رب.